وجهة نظرك، شايف ان ليه كيروش مثلا استبعدك من مباراتين مصر والسنغال؟ بصي، هو مش هو انا يعني الموضوع مش عندي، مش كنت ما عنديش، متوقع اسمك ينزل في القائمة؟ هو انا كنت متوقع لان انا لاعب اخر بطولتين مع المنتخب. بالظبط، ما كنت متوقع انك تشوف اسمك في القائمة. بالظبط، بس برضو يعني الموضوع لان حصل برضو الاصابه اللي جات لي قبل التجمع بيومين، دي اللي كنت في المباراه الاخيره، وجات لي اصابه طلعت في الدقيقه 70، وقبلها كان برضو عندي كورونا فالموضوع جت كام اصابه ورا بعض، كانت بعداني شويه عن الملعب، قعدت تقريبا حوالي 15 يوم او حاجه. وهو من طبعه يعني انا دي مش معلومه عندي، بس انا بقول لك الاصابه كانت سبب، ده رقم واحد. وهو من طبع مستر كرويش ان هو ما بيديش لعيب في نسبه شك. انا يعني انا بقى يعني انا قعدت معاه في معسكرات كتير بقى، بطوله العرب وافريقيا، لو لعيب عنده شك هو بيخاف على اللعيبه. فانا بعتقد يعني بعيد عن الاصابه، هو كمان ممكن يكون حاط دي في حسبانه، لان هو ما بياخدش لعيب مش جاهز او عنده اصابه ممكن تعطله. يعني شايف ان ده السبب، خصوصا ان دكتور المنتخب كان على تواصل معايا، وفعلا كنت عنده قبل القايمه ما تتقال بيوم، كنت مع دكتور المنتخب وكان بيشوف رجلي، وفعلا كان الموضوع محتاج وقت شويه، فده اللي كان السبب. يعني كلنا طبعا عارفين مشهد ضياع ضربة الجزاء في النهائي. قول لي احساسك وقتها، قول لي احساسك وقتها، ويعني كمية المصريين اللي قاعدة بتتفرج عليك. يعني انا عايز اقول للناس، بس الفكره يعني زعل الناس طبعا رقم واحد بالنسبه لك، قبل زعل الناس انت عليك حلم انت عايز تحققه. فانا مش بالظبط. يعني انا الناس لما بتبقى زعلانه، انت لو زعلان عشان خاطر بينالتي ضاع كان هيفرحك، لا انا زعلان عشان بينالتي ضاع كان هيفرحني وهيفرح بيتي، وكان هيحطني في ليفل ان انا معايا بطوله افريقيا. طبعا. انت مع احترامي يعني الجمهور طبعا هو الداعم الرئيسي، وهو يعني هو رقم واحد في المنظومه الرياضيه كلها، الجمهور. ان هو انا بشوف ان الجمهور اهم عضو في المنظومه بتاعتنا كرياضه. طبعا. لكن يعني انت كانت فرحتك فتره، وهتبقى فرحت ان خدنا مصر خدت التمن، لكن انا فرحتي ان انا بطل افريقيا، انا هفضل طول عمري عايش ان انا بطل افريقيا، فدي كانت حاجه هتحسب لي اكتر منها، فحزن انا كان ضعف حزنك بكتير قوي.